هلا اليوم اجتمعنا ب اوبن ويكولوجيا اوبن سورس داي. نحن كفابلوجيا سوينا مشاريع عتاد بالاردوينو. سوينا اول مشروع وعلى الاخير هو حساس حراره مع تنبيه صوت وضوء. والمشروع الثاني كان هو مثل هذا التحسس للاضاءه. بحط ايدي هون مش هلل. هلا احنا فابلوجيا عباره عن مجموعه محليه بسوريا. نهدف انه نوصل مفاهيم التصنيع الجديده، مفتوحه المصدر، الادوات الجديده اللي تحت الانترنت للتنميه المحليه عندنا بسوريا. بالاضافه انه نحاول تطبيق هاكر سبيس وفاب لاب بسوريا، طبعا بصيغه تعاونيه ومفتوحه للجميع ومفتوحه المصدر طبعا.